في هذه اللحظة التي نعبر فيها عن إصرارنا بالتمسك بأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، ونستهل بها مرحلة جديدة من عملنا وسعينا نحو استعادة وحدة حركتنا وشموخها وروحها الفتية وبنيانها الزاهي، مصممين على إنهاء مرحلة الإقصاء والتفرد والانحراف عن بوصلة النضال الوطني النبيل. نقف اليوم هنا عند بوابة الأمل وأول الطريق إلى المهمة الجوهرية الأولى، وهي استعادة فتح لروحها ولدورها لكي تعود الحارسة اليقظة للحلم الفلسطيني والاستمرار في رحلة النضال منذ الانطلاقة.